أيها السيدات والسادة، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في أضواء على أهم أحداث الأسبوع، والذي يأتيكم من قناة الحوار في لندن، والذي نخصصه للحديث عن الثورة الليبية والتظاهرات في اليمن. فيا أهلا بكم. أرحب بضيوفي لهذا الأسبوع، عبد الله حمودة الكاتب والمحلل السياسي، ودكتور مثنى عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية سابقا. فيا أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام. لكن قبل أن نشرع بالحوار مع ضيوفنا وعن اتهامات ليبية من قبل المجلس الانتقالي لسوريا بإرسال أسلحة لدعم نظام العقيد القذافي، معنا من لندن عبر الهاتف الدبلوماسي السوري والناطق باسم السفارة السورية في لندن جهاد مقدسي. مساء الخير سيد جهاد. مساء النور استاذ موسى. تسلم. ما ردكم على هذه الاتهامات الخطيره التي وجهتها او المجلس الانتقالي لسوريا بتوجيه سفينه سوريا من طرطوس مليئه بالاسلحه وسيارات رباعيه الدفع لدعم قوات القذافي؟ يا سيدي، اولا اشكرك على الاستضافه، ويسعدني ان اوضح او اعلق على ما تقوله باتهام سوريا بارسال سفن لتزويد أسلحة وما شابه. نقول لك أن كلما هذه المعلومات، وهذه ليست فقط المعلومة الوحيدة، سمعنا عن وجود طيارين سوريين كما يقال ويدعون بأنهم يقاتلون ضد أحد أطراف الصراع في ليبيا، سمعنا عن سفن تغادر مرفأ طرطوس لتزود السلاح للحكومة الليبية، أو حتى وجود معسكرات، يعني وصلت البروباغندا لمقولة وجود معسكرات لتدريب فيها ضباط سوريين. نقول وأقول لك أنا بالنيابة عن وزارة الخارجية السورية، وهذا الكلام رسمي، أن هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا أساس لها على الإطلاق، ونحن نعلم بعض الجهات التي وراءها سواء أجنبية أم كانت عربية. بغض النظر، نؤكد لكم من جديد عدم وجود أي حضور عسكري سوري ليبي على الأراضي الليبية، وسوريا قلب العروبة النابض، هي حريصة على وحدة واستقرار ليبيا، ومن يحرص على الاستقرار ويدعو في جميع بياناته وفي جميع مواقفه السياسية في الجامعة العربية إلى حفظ وحدة وأراضي ليبيا لن يقوم بهذه الأعمال. فهذه الأمور لا تتماشى لا مع المبادئ السورية السياسية ولا مع التصرفات السورية، وننفيها بشدة. لكن أستاذ جهاد، الموقف الرسمي يعني الذي كما تفضلتم، لكن قوبل بأن سوريا يعني ترفض رفضا قطعيا يعني الحظر الجوي، ترفض أي تدخل خارجي، ربط هذا بذاك، يعني هذا الدعم بهذه المساندة كما يقول المجلس الانتقالي. لا ألوم أحد على الخلط في موضوع موقف سوريا من الحظر الجوي والادعاءات والاتهامات لسوريا بأنها تقف وراء ما قيل حول الوجود العسكري. ونوضح لكم التالي: أولا، لسنا رأس حربة في الجهود العربية التي تدار. هناك جامعة عربية، هناك وفد سوري، نتشارك في مواقفنا السياسية المتعلقة بالحظر الجوي مع دول كثيرة، منها عربية، اليمن، السودان، الجزائر، منها دولية خارج إطار منظمة الجامعة العربية مثل الصين على سبيل المثال. وأوضح لك لماذا يعني هناك خلط، لا أود أن أقول أنه متعمد، لكن لأوضح لك بعيدا عن المشاعر، الحظر الجوي له علاقة بميثاق الجامعة العربية، له علاقة بميثاق الأمم المتحدة، له علاقة بالحرص على سيادة واستقرار ووحدة الأراضي الليبية. لأننا نخشى أن يكون هذا الحظر الجوي إن تم تبنيه أن يكون تمهيد لعودة الأجنبي لمنطقتنا وإدخال ليبيا في دوامة ليست لها علاقة فيما يجري. نحن مع الحوار بين الحكومة الليبية والمعارضين الليبيين. نحن نأسف لكل قطرة دم ليبية تسفك. طيب، سواء من هذا الجانب أو الآخر. طيب أستاذ جهاد، ما قصت عفوا الطيارين الاثنين الذين قتل أحدهم والآخر كما قالوا مأسور، وهم قالوا في السلامية في بلدة في سوريا تم تشييع جنازتهم؟ نعم، هذا كلام، ثواني سأعود لك. بس لأكمل فقرة الحظر الجوي، هذا يتماشى قلت مع ميثاق الجامعة العربية والأمم المتحدة. ونحن ماذا نريد في سوريا؟ نريد إيجاد توازن، ونأمل أن نصل لهذا التوازن الصعب للغاية ما بين درء دخول الاستعمار الجديد لمنطقتنا وبين توفير الأمن والأمان والمساعدة والدواء لأبناء وأخوتنا في ليبيا. هذا هو. طيب الآن أعود لموضوع الطيارين. نعم. وقصة السلامية. نعم. يعني هل ممنوع على أحد كان يعمل في الطيران ومبين من عمره أن يتوفى؟ يعني هل نقف ضد إرادة الله؟ إن كان هذا صحيح أنا أعلق على ما تقول. والأمر الثاني، قول وجود طيارين سوريين في ليبيا، أنا حضرت تقرير فرانس 24 الفرنسي الذي تم بثه بأكمله، ورأينا في التقرير وجود طيارة محطمة ووجود جثتين. لم نرى أي شهادة ميلاد سورية، أي شيء. وناهيك عن ذلك، يعني المتوفى ورحمة الله عليه هو شاب. فإذا كان من مات في السلامية، إذا كان مات
وقيل كم هو عمره، فكيف يتماشى الأمر؟ يعني ما هو جثة لشاب. يعني الطيار السوري الذي تم تشييع جنازته هو لا دخل له في ليبيا، وإنما قتل في سوريا. أستاذ موسى الله يرحم الجميع، أنا لا أتابع الجنازات التي تحصل عادة، لكن أقول لك من حيث المبدأ ونؤكد لك هذا الكلام عاري عن الصحة ويستهدف سوريا، ونحن ننفيه بشدة. وهذا الكلام واضح وليس صادر عني فقط، هذا بيان وزارة الخارجية السورية. شكرا جزيلا لكم سيد جهاد مقدسي على هذه التوضيحات، كنت معنا من لندن الناطق الرسمي باسم السفارة السورية في لندن.